بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. لا مجال للصغائر ولا مكان للغربان، فنسر الأهلي يحلق بالبهجة ويعلو بالمكان. إبراهيم، الله عليك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. لما كانت الحلقة رقم 682 كان الأهلي فرحة عابرة للحدود. الأهلي فرحة عابرة للحدود، وأعتقد كلكم عشتوها وكلكم لمستوها وكلكم عرفتوا يعني إيه ده نادي مصدر للسعادة، يعني إيه ده نادي منتج للبهجة والفرحة لعموم جماهيره في أرجاء الكرة الأرضية. لأنك أنت هتلاقي ناس مصريين وعرب عايشين في مختلف دول العالم متفاعلين مع هذه اللحظة وهذه الفرحة. هنلاقيها حتى في الدول العربية من المحيط للخليج فرحة كبيرة جدا لجماهير الأهلي، مش بس بالتتويج بالسوبر لأنه ما أكثر البطولات التي أحرزها الأهلي، لكن المعاني الكثيرة اللي ورا الكاس. يا أخي والله كل يوم يقدم الأهلي نموذجا يعني بيلف الكرة الأرضية في ثواني. يعني بجد ما يقدمه النادي الأهلي للرياضة بمعانيها السامية، ويقدمه من يعني دروس في كل شيء. ليست المسألة بالنسبة للنادي الأهلي فوز ببطولة، وعندنا مجال بإذن الله. يعني أعتقد أن أنت لابد أن تكون قضيتك النهاردة طريقة تسلم الجائزة. صحيح، لان دي مسألة دروس السوبر كتير. مش دي مش مساله دروس، دي بتقول للناس يا جماعه شوفوا الاهلي ده دماغه فين وعلاقاته ايه وهو بيفكر ازاي. ما حدش هيخطر في باله. ولذلك انا يعني استوحيت المدخل بتاع الحلقه من حاجه على الفيسبوك شفتها. ايوه، ها النسر واقف على ظهره غراب، على ظهره وهو طاير ومش شايفه. لا، مش شايفه. الغراب بينقر فيه. النسر لا يلتفت اليه، ولكن يفضل يطلع 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 لما الغراب ضغط الهواء يقتله. الله، ولا يلتفت اليه. انت بتنقر في ايه يا ابني انت؟ خلص ده النسر. فما فيش مجال يا ما دقت على الروس غربان بقى. خلي الغربان تنقر والنسر يطلع بيها. خلص عليه.